عم نجتمع كأسرة فاعلة فاعلة لخدمة الوطن، لنقول كل عام وأنتم بخير لكل سيدة سورية، لكل سيدة بالعالم بمناسبة يوم المرأة العالمي. لنبارك لأنفسنا أيضا بأنه هذا اليوم كمان عم يقترن مع مناسبة عزيزة على قلوب السوريين جميعا يلي هي ثورة 8 من آذار، لحتى نقول بأنه نحن مالنا ما عم تقتصر تهانينا أو ما عم تقتصر أمانينا بالعمل لأجل سوريا من خلال يوم واحد لحتى نعبر فيه، وإنما عم تكون مسيرة عمل. يمكن هلأ هي الأسرة 6 سنوات من الحرب الجائرة على سوريا، نحن عم نعيش فيها بكل يوم أنواع أخرى من التصدي لهالأزمة من خلال العمل الجدي والعمل الدؤوب ومن خلال الدعم وتكامل الجهود، سواء على مستوى الجهود الحكومية أو مستوى المجتمع الأهلي وأيضا على مستوى جهود الأفراد. نحن بلشنا نرسم ملامح لاستراتيجية وطنية لمناهضة العنف بكافة أشكاله ضد النساء السوريات، وخصوصا النساء اللي مع الأسف تواجدوا بأماكن دخل عليها الإرهاب وتعرضوا لأشكال غير مسبوقة من الظلم. فالاستراتيجية الوطنية رح تكون استراتيجية منتجة من قبل جميع الوزارات المعنية وطبعا المجتمع الأهلي يلي بيشتغل بهذا المجال. بالإضافة لهيك نحن هلأ بصدد إعداد دراسة للقانون السوري وكيف بيتعاطى مع قضايا المرأة، خصوصا أنه القانون السوري هو قانون بينسجم مع الدستور، لا يميز بين المرأة والرجل بكونه المرأة والرجل لهم نفس الحقوق. بدي أقول تحية للمرأة العربية السورية أينما كانت، طالما هي سورية تستحق التحية بمناسبات جدا هامة. يعني آذار عرف بشهر المرأة بدءا من 8 آذار، واللي تأسس أهم منجزاته كان تأسيس المنظمة إلى يوم المرأة العالمي. وأنا أعتقد للأمم المتحدة إذا كانت عادلة فعليها أن تسمي هذا اليوم من الآن فصاعدا يوم المرأة العربية السورية، إلى يوم عيد المعلم، إلى عيد الأم، إلى عيد الأرض 30 آذار. مجمل هذه الفعاليات المرأة هي الناظم بينها كلها. عقوباتكم أنتم كمجتمع دولي، العقوبات الاقتصادية، العقوبات السياسية، تدخلكم السافر في الشؤون الداخلية لسوريا هي التي جعلت مؤشرات المرأة السورية تعود إلى الخلف. أنتم تحاولون العودة بنا إلى 1000 الأولى قبل الميلاد، ونحن شعب حضاري دائما نقفز، ليس سنوات نقفز قرون، نحن دائما لأننا ننظر إلى الأمام. من خلال ما حكوا السيدات كلهم، ويعني ما فيني أقول إلا تكملة للمشاريع اللي عم تنشغل سواء باتحاد نسائي سواء بهيئة شؤون الأسرة، السيدة رشا كمان اللي حكته، نحن كمان بحفظ النعمة من أحد مشاريع حفظ النعمة، ومن خلال الأزمة كان عندنا مشروع اسمه كفاءة الأسرة، وفعلا هذا المشروع كتير كان أهميته بهذا الوقت نتيجة المشاكل اللي طلعت معنا للأسرة بهي الأزمة، وكتير احتكاكنا مع الأسر وتواصلنا معهم قدرنا نوعا ما نخرجهم من الأزمة اللي هن فيها. حسيت أنا يعني الرقي بكل شيء، منه أنت تعتمدي على حالك، منه صرت هيك أنت قوية، تحسني تناقش الناس، تتعاملي مع الناس أكثر.